مساء الليل. جبل قاف بين الحقيقة والأسطورة، الجبل موجود ولا الجبل مش موجود؟ طب ايه حكايته، ايه قصته؟ تنساش انت بس اللايك والشير، تنزل تحت في صندوق الوصف هتلاقي كل المواقع بتاعتي تابعني فيها، وفعل الجرس هنا عشان توصلك كل الفيديوهات اول باول. هنا هتعرف الحقيقة وليك انت حرية الاعتناق والاعتقاد. بس الاول احكي لك كم قصة كده عن جبل قاف وهديك مصادرها، ما تقلقش انت عارف انا بحب المصادر. جاء في كتاب عرائس المجالس للثعلبي ان عبد الله ابن سلام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعلى جبل في الارض فاخبره انه قاف، يعني جبل قاف، وأن ارتفاعه مسيرة 500 سنة وطوله مسيرة 1000 سنة، وأنه مخلوق من زمرد أخضر. ده كما جاء في الرواية في كتاب عرائس المجالس للثعلبي، وذكر برضو في كتاب تاني اسمه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. الكتاب دوت مؤلفه القزويني، ذكر فيه أنه الجبل محيط بالأرض من الزبرجد الأخضر، ولون السماء منه لون غريب، وأنه موكل عليه ملك أو ملك لا يعلم أحد ما يقع وراءه، وأن كل جبل على الأرض أو في الدنيا هو عرق من عروق جبل قاف متصل به، وأنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخسف بقوم أمر الملك أن يحرك عرق من عروق الجبل، يعني حرك عرق من العروق ديت. في برضو رواية تانية ذكرها ابن الوردي أو ابن ورد في كتابه، الكتاب ده برضو جميل اسمه خريدة العجائب وفريدة الغرائب، احفظوا اسم الكتاب دوت. ذكر ان وراء الجبل ده أرض، الأرض دي لونها أبيض زي الفضة، وان فيها ملائكة شاخصون إلى العرش، يعني بصين للعرش، لا يعرف الملاك منهم من إلى جانبه، يعني مفيش كل ملك مش عارف اللي جنبه مين، ولا يعلم من آدم ومن إبليس، ما عندهمش علم بالكلام ده كله. بالإضافة أن بعض المفسرين فسروا القاف اللي استفتح بها الله سبحانه وتعالى إحدى الصور القرآنية اللي هي صورة قاف، فسروها أن دي إشارة إلى جبل قاف، وأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم به لعظم شأنه، والكون يمثل آية من آيات الله سبحانه وتعالى الكبرى في الأرض وفي الكون، وده في قوله سبحانه وتعالى قاف والقرآن المجيد. ده بعض المفسرين ذكروا كده. ومع كل دوت كان وجود الجبل دوت مثار جدل كبير وجدل دائم لسه لحد النهاردة داير محتدم بين الباحثين القدامى والمعاصرين، ما بين منكر ومؤكد، واختلفوا في آرائهم وأقوالهم حوالين حقيقة الجبل دوت. هل الجبل فعلا موجود رغم التأكيدات دي كلها، ولا مش موجود رغم التأكيدات دي كلها؟ وهل هو يحيط بالعالم السفلي بجوف الأرض ولا لا؟ في قصة كمان رويت عن جبل الزمرد دوت في إحدى المخطوطات. القصة دي بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى أنبت من الياقوت جبلا فأحاط بالأراضين السبع على مثل خلق الياقوتة في حسنها وخضرتها وصفائها، فصارت الرضوان السبع في ذلك الجبل كالإصبع في الخاتم، وارتفع بإذن الله سبحانه وتعالى في الجو. أنا بنقل لك اللي ذكر في المخطوطة بالضبط، ارتفع في الجو حتى لم يبقى بينه وبين السماء إلا 80 فرسخا، وما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، هي مكتوبة هناك 500 عام للراكب المسرع. ثم أنبت الله عز وجل هذه الجبال التي على وجه الأرض جميعا في برها وبحرها من ذلك الجبل، فهي عروق ذلك الجبل متشعبة في الأراضين السبع. وخلق الله سبحانه وتعالى في عروق ذلك الجبل ألوان المياه التي تجري في البحور كلها، من البياض والخضرة والسواد والصفرة والحمرة والكدر وما إلى ذلك، وطبعا بالإضافة للعذب والمالح.
إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يزلزل قرية أوحى إلى ذلك الجبل أن يحرك عرقا من عروقه، يعني حرك العرق كذا وكذا، فإذا حركه خسف الله بالقرية الظالمة الأرض، فخضرت السماء من ذلك وخضرت ذلك الجبل من تلك الصخرة. ثم إن جبريل هبط إلى الأرض، قصة طويلة ومروية في أكثر من كتاب من كتب التراث. جبريل هبط إلى الأرض، فلما انفرجت عنه السماء الدنيا رمى ببصره إلى الأرض، فإذا هي ساكنة قد استقرت بالجبال بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا جبريل وقف مكانه وقعد يبص تعجبا، فلما شاف جبريل جبل قاف أنكره، لما رأى من عظم خلقه وارتفاعه وحسن لونه، فقال إيه هنا لما شاف جبل قاف؟ إن هذا الخلق ابتدعه الرحمن تبارك وتعالى. فلما أتاه جبريل، يعني لما قرب منه جبريل، أبصل خلقا عظيما عجيبا مع صفائه وحسن لونه، شاف حاجة جميلة جدا، ورأى عروقه متشعبة في الأرض ما بين برها وبحرها، وقد ارتفعت على وجه الأرض منيفة ذراها في الهواء، يعني كانت مرفوعة كمان العروق بتاعتها عن وجه الأرض، فتعجب من كبرها واختلاف خلقها وتشتت ألوانها واستقرار الأرض عليها، فنظر إلى قاف فقال: إلهي ما هذا؟ قال: يا جبريل، هذا الجبل، بس هي مكتوبة في الكتاب يا جبرائيل. قال: إلهي ما الجبل؟ قال: حجر. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيرد على جبريل، فجبريل رجع قال له: إلهي هل أنت خالق خلقا هو أشد من الحجر؟ قال: نعم، الحديد يقد به الحجر، يعني الحديد يقدر على الحجر. هنا رد جبريل قال له: إلهي هل أنت خالق خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار يلين بها الحديد يا جبرائيل. قال: إلهي هل أنت خالق خلقا هو أشد من النار؟ قال: نعم، الماء يطفئ به النار، يعني هخلق المية اللي هتطفئ بها النار. قال: إلهي هل أنت خالق خلقا هو أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح تفرقه أمواجا وتحبسه عن مجراه. كل ده جبريل بيخاطب رب العزة. قال: إلهي هل أنت خالق خلقا هو أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يحتال لهذا كله ببعضه ببعض. فخر جبريل عليه السلام ساجدا لله سبحانه وتعالى، وأطال السجود والبكاء والثناء على الله لما شافه من قدرة عجيبة لله سبحانه وتعالى. وبعد كده قال: يا رب، ما كنت أظن أنك تخلق خلقا هو أشد مني. فأوحى الله سبحانه وتعالى عز وجل إليه: يا جبريل، ما لم ترى من قدرتي ولم تبلغ من شأني ولم تعلم به إلى ما قد رأيت، وعلمك كالبحر المغلوب الذي لا تعرف نواحيه ولا يوصف عمقه. قال جبريل: كذلك أنت إلهي وأقدر وأعظم، يعني ربنا بيقول له: اللي أنت تعرفه كل عني ولا أي حاجة. ثم رجع جبريل إلى السماء السابعة العليا متقصرة إليه نفسه، يعني كان مستغرب لما شاف من الخلق العظيم والعجب العجيب، وخصوصا جبل قاف. دي طبعا قصة وردت في الأثر الفارسي بتؤكد وجود جبل قاف وعظم جبل قاف. طب تعرفوا حاجة؟ تعرفوا أن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه زار جبل قاف وشاف الجبل؟ مش مصدقني؟ طب اسمع، وهديك بالمرجع كمان، مع احترامي للجميع هديك بالمرجع وكل، ومش أكتر من كده، بس ده هتسمع في القصة دي الغريب كمان. في واحدة من الروايات اللي بتثبت ان امير المؤمنين رضي الله عنه وقائد الغر المحجلين الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وعليه السلام طبعا هو وآله وسلم، انه دخل بلاد يأجوج ومأجوج اللي بتوجد تحت سطح الارض بعالم جوف الارض الداخلي. القصة دي موجودة ومثبوتة. طب مين اللي قالها؟ قالها العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي، مش بس كده كمان، قالها في كتابه
بحار الأنوار الجامع لدرر أخبار الأهم الأطهار عشان تصدقني، عشان تدور وراي، عشان أنا يمكن غلط. هتلاقي في الباب الرابع عشر، الباب الـ14 تحت عنوان واضح كده في الباب، إنهم عليهم السلام سخر لهم السحاب ويسر لهم الأسباب. طيب نصه إيه القصة دي أو الحكاية دي؟ هنا بيقول: قال الشيخ حسن ابن سليمان رحمه الله في كتابه المحتضر، روية أو روى بعض علماء الإمامية في كتاب له اسمه منهج التحقيق إلى سواء الطريق، راجعوا ورايا المراجع دي كلها، بإسناده عن مين بقى؟ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. يعني كل اللي قالوا ده عن إسناد عن سلمان الفارسي. قالوا: كنا جلوسا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وعلى آله وسلم، عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: كنا جالسين بمنزله لما بويا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: كنت أنا والحسن والحسين عليهم السلام، يعني كلهم كانوا موجودين مع بعض، ومحمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر وعمار ابن ياسر والمقداد ابن الأسود الكندي رضي الله عنهم أجمعين. هنا قال إيه؟ قال له ابنه الحسن، يعني ابن الحسين قال له اللي هو رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، الحسن بيكلم علي ابن أبي طالب، بيقول: يا أمير المؤمنين، إن سليمان عليه السلام سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه ذلك، فهل ملكت مما ملك سليمان بن داود عليه السلام؟ ده بيسأل الإمام علي رضي الله عنه. هنا قال رضي الله عنه وأرضاه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله عز وجل الملك فأعطاه، وإن أباك ملك ما لم يملكه بعد جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قبله ولا أحدا بعده يملكه، يعني أنا ملكت المحدش قبلي ولا بعدي ملكه. فقال الحسن عليه السلام: نريد أن ترينا مما فضلك الله تعالى به من الكرامة. هنا بيسأله بيقول: طب عايزين نشوف الكرامة بتاعتك إيه؟ فرد عليه الإمام علي رضي الله عنه قال: أفعل إن شاء الله تعالى. هنا قام أمير المؤمنين عليه السلام، والقصة دي رجعوا ورايا مذكورة بالنص، فتوضأ وصلى ركعتين ودعا لله عز وجل بدعوات لم يفهمها أحد، ده كما ذكر في الرواية، ثم اتجه إلى جهة المغرب، فما كان أسرع من أن جاءت سحابة، يعني جاءت سحابة من بعيد فوقعت على الدار، يعني وقفت فوق الدار، وإذا بجانبها سحابة أخرى. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: السحابتين واقفين فوق البيت، أيتها السحابة اهبطي بإذن الله تعالى. ففعلا هبطت السحابة وسمعينها وهي بتنزل بتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنك خليفته ووصيه، من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة. ده اللي كانت بتقوله ان السحابة وهي نازلة. قال: ثم انبسطت السحابة على وجه الارض حتى كأنها، ده كلامه، بساط موضوع، يعني السحابة نزلت لغاية الارض. فقال امير المؤمنين علي رضي الله عنه: اجلسوا على الغمامة. فجلسنا طلعوا فوقيها واخذنا مواضعنا، يعني كل واحد خد مكانه. فاشار الى السحابة الاخرى اللي جنبها فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى، يعني بنفس التسبيح ونفس الشكر زي اللي قالت الأولى. وجلس أمير المؤمنين عليه السلام عليها ثم تكلم بكلام وأشار إليهما بالمسير، والكلام محدش فهمه غيره، نحو المغرب. هنا بيقولك: وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا فتمايلت نحو أمير المؤمنين، يعني ميلت من ناحية أمير المؤمنين علي عليه السلام، وإذا به على كرسي، كان قاعد على كرسي فوق السحابة، والنور يسطع من وجهه رضي الله عنه وأرضاه، وجهه أنور من القمر. فقال الحسن عليه وعلى آله وصحبه السلام: يا أمير المؤمنين، إن سليمان ابن داود عليه السلام، هنا بيكلمه، كان مطاعا بخاتمه
وأمير المؤمنين بماذا يطاع؟ يعني بيقول له إن سليمان كانوا بالدنيا دي كلها بتطيع بسبب الخاتم، فأنت بتطاع بإيه؟ هنا رد عليه أمير المؤمنين علي عليه السلام: أنا عين الله في أرضه ولسانه الناطق في خلقه رضي الله عنه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه وحجته على عباده. ثم قال هنا الإمام علي: أتحبون أن أريكم خاتم سليمان ابن داود عليه السلام؟ هنا بيخيرهم، فقلنا نعم. هنا فأدخل يده إلى جيبه فأخرج خاتما من ذهب فصه من ياقوتة حمراء مكتوب عليها محمد وعلي، ده خاتم سليمان. قال سليمان، هنا الرواية بترجع لسليمان رضي الله عنه: فتعجبنا من ذلك. فقال: من أي شيء تعجبون؟ وما العجب من مثلي؟ أنا أريكم اليوم ما لم تروه أبدا. هنا الإمام علي بيرد عليه لما شافه متعجب، فقال هنا الحسن عليه السلام في نفس الوقت: أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والردم. ده مطلب الحسن عليه السلام، الردم الذي بيننا وبينهم. فصارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد، يعني الصوت زي صوت الرعد، وعلت في الهواء ارتفعت لفوق. وأمير المؤمنين عليه السلام يقدمنا، يعني ماشي قدامنا، حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو، وإذا شجرة جافة قد تساقطت أوراقها وجفت أغصانها، لا هناك شجرة تقريبا ميتة. هنا قال الحسن عليه السلام: ما بال هذه الشجرة قد يبست؟ بيسأل الإمام علي عليه السلام. هنا قال له الإمام علي، قال له: سلها فإنها تجيبك. فقال الحسن عليه السلام وهو بيكلم الشجرة اليابسة دي: أيتها الشجرة، مالك قد حدث بك ما نراه من الجفاف؟ فما جاوبتوش الشجرة. هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام علي وهو بيكلم الحسن وبيقول له وهو بيبص للشجرة: ألا ما أجبته؟ هنا بيقول الراوي: والله لقد سمعتها تقول: لبيك لبيك يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك لبيك يا وصية رسول الله وخليفته. ثم قالت: يا أبا محمد، إن أباك أمير المؤمنين عليه السلام، هنا بتكلم الحسن، كان يجيئني في كل ليلة وقت السحر ويصلي عندي ركعتين ويكثر من التسبيح والتهليل، فإذا فرغ من دعائه جاءته غمامة، يعني سحابة بيضاء، ينفح منها رائحة المسك، يعني بيطلع منها ريحة المسك، وعليها كرسي فيجلس عليه فتسير به، فكنت أعيش بمجلسه وبركته، فانقطع عني منذ 40 يوما، فهذا سبب ما تراه مني. هنا حسب الرواية ديت، فقام أمير المؤمنين علي عليه السلام وصلى ركعتين عند الشجرة ديت ومسح بكفه عليها، فاخضرت وعادت إلى حالها، أو رجعت فيها الحياة والإشراق مرة تانية، وكمل: وأمل الريح فصارت بنا. الراوي اللي بيقول كده: وإذا نحن بملك يده في الملك، يده في المغرب والأخرى بالمشرق، ملاك من الملائكة. فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أشهد أن لا إله وحده لا صاحب له ولا ولد ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا. فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق؟ بيستفسر، شايف واحد عملاق واقف إيد يمين وإيد شمال. هنا رد أمير المؤمنين عليه السلام وقال: هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة، يعني ده اللي موكل بالليل والنهار، ملك الليل والنهار، وإن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الدنيا إلي، وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. ف
في الرواية، بس أكمل لك. ثم سرنا حتى وقفنا على ردم يأجوج ومأجوج، فقال أمير المؤمنين عليه السلام علي للريح اللي هي اللي شايلهم ده: اهبطي بنا مما يلي هذا الجبل، وشاور بإيده لجبل شامخ عملاق في العلو وهو جبل الخضر عليه السلام. فنظرنا إلى الردم يعني اللي كان قدامه، فإذا ارتفاعه ما يحد البصر وهو أسود كقطعة الليل الدامس، يخرج من أرجائه يعني منه الدخان. هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام علي إيه لما شاف المنظر ده وشافهم واقفين المنظر ده، هنا رد عليه الحسن للحسن قال: يا أبا محمد، أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد. هنا قال سلمان رضي الله عنه أرضاه في الرواية: فرأيت أصنافا ثلاثة، طول أحدهم 120 ذراع، والثاني طول كل واحد منهم 60 ذراعا، والثالث يفرش أحد أذنيه تحته والأخرى يلتحف بها. ده كما ذكر في الرواية بمراجعة الكتيرة اللي أنا قلتها لكم. ثم أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف، فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر. ثم نظر إلى أمير المؤمنين اللي هو الملك دوت، نظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له الملك: السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين وخليفته، أتأذن لي في الرد؟ فرد عليه السلام وقال له: إن شئت تكلم، وإن شئت أخبرتك عما تسألني عنه. فقال الملك: بل تقول يا أمير المؤمنين. قال: تريد أن آذن لك أن تزور الخضر عليه السلام؟ فرد عليه الملك وقال له: نعم. رد عليه الإمام علي وقال له: قد أذنت لك. فأسرع الملك بعد أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تكمل الرواية بتقول: ثم تمشينا على الجبل قليلا، فإذا بالملك قد عاد إلى مكانه بعد زيارة الخضر عليه السلام، لأنه خد الإذن من الإمام علي عليه السلام. فقال سلمان الفارسي رضي الله عنه، اللي هي الرواية دي بتنتقل عن طريقه هو: يا أمير المؤمنين، رأيت الملك ما زار الخضر إلا حين أخذ إذنك. فرد عليه أمير المؤمنين عليه السلام علي وقال له إيه: والذي رفع السماء بغير عمد، لو أن أحدهم رام أن يزول من مكانه بقدر نفس واحد لما زال حتى آذن له. يعني بمعنى ما حدش يقدر يتحرك إلا لما أذله، وكذلك يصير حال ولدي الحسن وبعده الحسين، وتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم رضي الله عنهم أجمعين. فقلنا: ما اسم الملك الموكل بجبل قاف؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام، بيرد بقى عليهم على اسم الملك على جبل قاف اللي هم شافوه عليه، اسمه ترجاييل. فقلنا: يا أمير المؤمنين، كيف تأتي كل ليلة إلى هذا الموضع وتعود؟ بيستغربوا لأن المكان بعيد. هنا رد قال: كما أتيت بكم، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني لأملك ملكوت السماوات والأرض، ما لو علمتم ببعضه لما احتمله، هنا بيرد عليهم، لما احتمله جنانكم. إن اسم الله الأعظم 73 حرف، يعني اسم الله الأعظم 73 حرف، وكان عند آصف ابن برخية حرف واحد فتكلم به، فخسف الله تعالى ما بينه وبين عرش برقيس بالحرف دوت حتى تناول السرير، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرف النظر. وعندنا نحن، هو بتكلم إمام علي، وعندنا نحن والله 72 حرفا، وحرفا واحدا عند الله سبحانه وتعالى استأثر به في علم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عرفنا من عرفنا وأنكرنا من أنكرنا. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام، أنا بجيب لك الرواية كاملة عشان تعرف الحقيقة في الآخر، أتريدون أن أريكم أعجب من ذلك؟ قلنا لا نطيق بأسرنا على احتمال شيء آخر، فعلى من لا يتولاك ويؤمن بفضلك وعظيم قدرك عند الله سبحانه وتعالى لعنة الله ولعنه اللاعنين والناس والملائكة. هنا بيردوا على الإمام علي لما بيقول لهم انتوا عايزين تشوفوا حاجة أكتر من كده، فبيذكروا فضله. ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى السحابتين، يعني شاول السحابتين اللي هم جم فيهم، فدنتا منه يعني نزلي لي، فقال خذوا مواضعكم، فخذوا مواضعهم، فجلسنا على السحابة وجلس عليه السلام على التانية، يعني هو قاعد على سحابة والتانيين على سحابة، وأمر الريح فحملتنا حتى صرنا في الجو، حتى رأينا الأرض كالدرهم. رأينا الأرض كالدرهم يعني هم كانوا على مسافة عالية جدا. ثم حطتنا في دار أمير المؤمنين عليه السلام علي في أقل من طرف النظر، يعني بأسرع من طرف النظر، وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن، وكان خروجنا منها وقت علت الشمس. هنا الرواية بتقول فقلت يا للعجب، كنا في جبل قاف مسيرة 500 سنة وعدنا في 5 ساعات من النهار، يعني المسافة بتاخد 500 سنة، احنا رحنا وجينا في 5 ساعات من الرواية من النهار. الرواية دي ذكرت لكم مراجعها عشان تراجعوا ورايا، وهنا طبعا بيأكدوا على وجود جبل قاف بالدلائل وكل حاجة، بس انا لسه مخلصتش، استنى انت مش عايز تفهم خليك معايا. ورد في كتاب الفتوحات المكية انه جبل عظيم طوق الله به الارض، وطوق هذا الجبل بحية عظيمة قد جمع الله رأسها إلى ذنبها بعد استدارتها من ضخامتها. بهذا الجبل قال موسى فاستعظمت خلقها، قال فقال لي صاحبي الذي كان يحملني سلم عليها فإنها ترد عليك، قال ففعلت فردت السلام. فتلك الحية العظيمة على التعبان ده، سيدنا موسى بيقول ايه، لم تكن مسخرة لحراسة جبل قاف المحيط بالدنيا وبس او فحسب على حسب الرواية، لكنها كانت تعقل وتتكلم وتعرف اسرار الغيب الحية دي وطبقات الاولياء واحوالهم. ولذلك سألت الحية البدل عن احوال ابي مدين ساكن مدينة بجاية، فعجبت أن الناس يرمونه بالزندقة مع أنه ولي كريم ولا يبغضه إلا فاسق أو كافر. ده حسب كلام الحية. هنا الشعراني تسرع فنسب الذهاب إلى جبل قاف إلى محي الدين ابن عربي نفسه مش لموسى، مع أن الشيخ ابن عربي لم يزد على أن روى الخبر عن يوسف ابن يخلف الكومي، ده كما ذكر في الكتاب عن موسى السرداني مش نبي الله موسى. كان الجبل ده متمثلا في الخيال على أنه مرتفع جدا، ودي قصة تانية خالص، بس أنا قلت لكم دي أشهر الروايات اللي ذكرت عن وجود جبل قاف وبتؤكد وجوده، بتؤكد فعلا أن الجبل موجود. طبعا انا جبت لكم كل حاجة، بس في كم سؤال كده قبل ما اديكم رأيي ممكن انتوا تساعدوني فيه او تحليل بسيط كده، طبعا ليك حرية الاعتناق. بيقولوا ان قاف في القرآن معناها جبل قاف، طب ليه كتبت قاف بس بدون الف وفاء للتوضيح زي الف لام وصاد وغيرها؟ فطبعا قل ده مش صحيح، الكلام ده كلام فاضي. ثانيا رحلة الإمام علي عليه السلام بمراجعها بسندها مع احترام لكل دي كلام فاضي لحتة لشوية أسباب جوه هذكر لكم منها كم حاجة بسيطة. أولا خاتم سليمان قولا واحدا مش موجود، الخاتم هي البسملة، يعني الختم سليمان وخاتم سليمان ده مش موجود أصلا، ولأن ربنا سبحانه وتعالى مش هيحكر ملكه وعظمته في خاتم، ده أولا.
ثانيا ركوب الإمام علي السحاب ومخاطبته للجماد، ده ضرب من ضروب الخيال، يعني ما بيحصلش الكلام ده، يعني الكلام ده ما بيحصلش. تحدثه مع الملائكة شيء خيالي ما حصلش ولم يثبت أبدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة اللي شافهم موكلين بالأمور دي ما يصدقش. طيب ليه يعني؟ ليه يا ربنا هيوكل واحد بده وده ودوت واحنا نشوفه؟ موضوع الحي اللي تعرف الغيب وطبقات الاولاد دي طبعا كرامات وكلام الاخوه الصوفيه، ده ما لا يعتد بيه. طيب تعال بقى للكتب اللي ذكرت الكلام دوت. تعال ناخد كتاب عرائس المجالس للثعلبي. الكتاب ده مرفوض بالاجماع لان معظم حكاياته من الاسرائيليات ومن الخرافات، فجميع العلماء رافضين الاعتداد بيه من زمان. اما عن قول القزويني في كتابه عجائب المخلوقات، الكتاب ده انا قريته، الكتاب ده عظيم جدا وجميل جدا في التفكر في اللامعقولات، لكن جواه او دخله تراهات كتير ممكن تكون اضيفت ليه بعد كده، وخرافات كتير ما يمكنش اثباتها او برهنتها ممكن تكون اضيفت للكتاب بعد كده. زي مثلا مذكور في الكتاب ان يوم الاربعاء الاخير من اي شهر هو نحس دائم، ده مذكور في الكتاب وده رأي العلماء برضو مش رأيي أنا، لكن في كل الأحوال أو في كل الأجمال كتاب جميل ممكن تستفيد منه لو شغلت عقلك. طيب قول ابن الوردي أو ابن ورد في مخطوطته، مخطوطته ده جميلة، خريدة العجائب، الكتاب جميل جدا ورائع وأنا أريه في مجال الجغرافيا وفي البلدان، ويعتبر كتاب من الكتب المهمة جدا، وحول فيه رصد عجائب وغرائب المدن والبلدان واللي بيشوفوا فيهم، لكن الكتاب فيه كم خرافة كده اتحطت فيه ما تعرفش هو اللي كتبه ولا اضيفت فيه بعد كده. زي مثلا ان مذكور فيه ان فيه ثور نزل من الجنة وعنده 40,000 قرن، يعني لا يعول عليه الكتاب 100% في الحكايات ديت، لكن كجغرافيا الكتاب اكثر من رائع والكتاب ممتاز جدا. طبعا انا اديتكم اشهر الروايات، هختم لكم بحاجه واحده بس، جمعوا الروايات دي كلها اللي انا ذكرتها لكم مصادرها بكل حاجه، وعايزكم تتفرجوا على حلقه بلوقيا اللي نزلت عندي في القناه، هتلاقوا ان من كل جزء في بلوقيا اتاخد جزء اتحط هنا، وانا قلت لكم ان بلوقيا دي من الاسرائيليات اول ما روتها لكم، اكدت لكم ان دي من الاسرائيليات. فهو قولا واحدا مفيش حاجة اسمها جبل قاف، دي انا متأكد منها، لكن انت حرية الاعتناق والاعتقاد، بس انا كهادر لا وجود لجبل قاف. اتمنى ان الحلقة دي تكون عجبتكم، وهستنى رأيكم ونقاشكم معايا في الكومنتات تحت. سوش اللايك والشير وتشتركوا وتفعلوا الجرس. شكرا لكم، مع السلامة.